بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم طريقة غسل وتنظيف الفرخة أو أي طير، يعني طيور مثلا زي حمام، بط، وز، فراخ، أي نوع من أنواع الطيور. اوكي، الفيديو ده هيبقى ان شاء الله قسمين. القسم الاول هو تنظيف الفرخة وازاي هننظفها، والقسم الثاني طريقة سلق الفرخة. الفرخة هنشوف هي تسلق ازاي ونعملها ازاي، وده كلام للمبتدئين. هتقولي لي طبعا يعني ان شاء الله تبقى الطريقة سهلة ومبسطة، واي ست بيت تعملها ان شاء الله، واي عروسه جديده لسه مقبله على الزواج ومش عارفه تطبخ او تعمل حاجه، ان شاء الله احنا الفيديو ده هيفيدها كويس قوي. يعني دلوقتي هنبتدي التنظيف. دلوقتي ادي الفرخه قدامي اهي، تمام. هنبتدي ان احنا ننظفها الاول بالدقيق من جوه كده، هنحط الدقيق من جوه. اوكي كده زي ما انتم شايفين كده، عشان لو فيها اي دهون او فيها اي حاجات دموية، لو الحاجات الدموية دي نزلناها تحت الحنفية مش هتنزل بسهولة، فالدقيق بيعمل لها زي عملية صنفرة كده، تمام. ايه، هننضفها من بره برضو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. من تحت الجناح كده يا جماعة كده، الحته دي برضو ساعات بيبقى فيها دهون، انا قطعت الزور بتاعها، تمام. هبتدي برضو ان انا احط دقيق من جوه كده وادعكها كويس قوي، عشان لو فيها اي حاجه دم او اي حاجه تنزل، ولو في اي ريشه مثلا او كده الدقيق ما شاء الله يعني بينضفها تماما. من تحت الجناح كده برضو، تمام اهي. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي شطفتها تحت الحنفيه من الدقيق، تمام، بقت زي الفل اهي، فل اهي جميله، عامله زي الشمعة المنوره. تمام، انا حضرت ليمون وملح، هدعكها بقى بالليمون وبالملح. الاول قبل ما ادعكها همسك الترتفه بتاعتها دي كده واقطعها، لان الترتفه دي بتبقى ايه، بتبقى فيها زفاره كده شويه، تمام. ما تقطعيش الجناح كله، يعني اقطعي الكرتوفه بتاعته بس كده. اوكي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، بعد ما قطعت الكرتوفه بتاعتها كده هبتدي بقى ان انا ايه اعملها بالملح كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل لها زي عمليه ايه، صنفره بقى، فيها ريشه بقى، فيها حاجه، فيها ريحة زفارة. الملح بسم الله ما شاء الله بيضيع كل ده. خلاص اهي، من تحت جناحها كده، تمام اهي. دي الجماعة كده من جوه برضو احط ملح من جوه كده، عشان برضو ايه نتأكد ان ريحة الزفارة راحت منها تماما. احنا صراحة اتعلمنا من زمان، يعني ماما ربنا يا رب يصبحها بالخير، هي علمتني الطريقة دي اهي، تمام. انا دعكتها بالملح اهي من فوق برضو كده، شويه ملح. خلاص، اعمل ايه بقى تاني، ادعكها بالليمون كده من جوه برضو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا جماعه كده، شيل الجناح بتاعها برضو كده، الجناح بيبقى زفر شويه. اوكي، هتحطي برضو ليمون هنا كده، تدعكي دعكي كويس قوي لحد ما تحسي ان ريحه الزفاره راحت منها خالص تماما، وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده. اوكي، ادعك برضو الظهر بتاعها اهو،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحته اللي تحت دي اهي خليتها اهي شمعه منوره بقت زي الفل. خلاص هسيبها بقى في الليمون وفي الملح كده لمده 10 دقايق، وبعد كده هنشطفها تاني. اوكي خليكم معايا، واحنا ان شاء الله كده هنعملها خطوه خطوه. ودلوقتي انا شطفت الفرخه من الملح ومن الليمون شطفه كويسه جدا، بقت زي الفل من جوه خالص، ما فيهاش اي حاجه دمويه ولا اي ريشه ولا اي حاجه، الحمد لله زي الفل اهي. دلوقتي هنبتدي بقى نحضر سلقها. انا هنلاقيها على الحله عشان اغلي الميه الاول. تحطوها يا جماعه في ميه مغليه، تمام، ما تبقاش الميه بارده. الميه المغليه بتديها ريحه الزفاره خالص بقى كمان، وبعدين بتعمل شوربه حلو. هحط حبهان وشويه بهارات وشويه ملح وشويه فلفل اسود، تمام. احط بصلايه متوسطه متقطعه، عندي طماطمايه متوسطه وورق لورا. دلوقتي بقى هنبتدي نحط الفرخ. هشوف الميه دلوقتي عندي غليت ولا ايه. اهي الحمد لله غليت اهي، تمام. هبتدي احط بقى البصله والطماطمايه وورق اللورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هحط الملح والحبهان والبهارات والفلفل الاسود، تمام. ويا ريت لو عندي الفلفل الاسود مصحح يبقى احسن، يعني اللي هو قبل ما تطحني عشان ما يديش يعني لون للشوربه كده. اوكي احط الفرخه. ادي الفرخه بعد ما اتصفت من الميه خالص بعد ما شطفتها، هحطها بقى على بطنها الاول. اوكي كده دلوقتي انا حطيت الفرخه على بطنها اهي عشان بطن الفرخه بياخد سوا شويه. اوكي وبعد كده هحط عليها، تمام. زي ما قلت لكم يا جماعه الفرخه لما تيجي تحطيها حطيها على بطنها، ماشي، وغطي الحله كويس وسيبيها بقى تغلي مع نفسها كده. ودلوقتي قرب ما الفرخه تيجي تستوي هنشيل الغطا. اوكي هنقلبها على الوش التاني على ظهرها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. اوكي زي ما انتم شايفين، بعد كده نغطي عليها كامل سوا. ما ينفعش انك انت تسويها على وش واحد بس، لازم تقلبيها على الوش التاني كمان عشان تتاكدي ان هي الفرخه بتاعتنا استوت كده ولا بسم الله الرحمن الرحيم استوت اهي، تمام. هنبتدي بقى ان احنا نشيلها. ودلوقتي شيلنا الفرخه بتاعتنا اهي، تمام، بعد ما اتسلقت. وادي شكل الشوربه، بسم الله ما شاء الله. ممكن بقى تعملي جنبها رز، تعملي جنبها حاجه. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل نحمر الفرخه. ودلوقتي هنبتدي ان احنا بقى نحمر الفرخه. هنحمرها ازاي؟ انا هعملها في الفرن، يعني هديها وش كده في الفرن. انا حطيت هنا معلقتين صلصه وعليهم حبه شطه صغيرين. اوكي وعندي الملح وشويه الفلفل وشويه بهارات. احط هنا برضو شويه زيت صغيرين عشان التحمير. اوكي حبه صغيرين خالص، يعني عارفين ليه يا جماعه الصلصه؟ علشان الصلصه بتديها وش تحمير حلو. اوكي هنبتدي دلوقتي بقى نقلب. هنحط البهارات بتاعتنا. انا حطيت البهارات بتاعتنا هي الملح والفلفل الاسود والبهارات وشويه كمون كده، شويه شطه صغيرين، واقلب كويس مع شويه زيت. اوكي هبتدي بقى ان انا ادهن. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه انا هجيب فرشه احسن عشان الفرشه بتدهن افضل، تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم هدهن كده من الفرشة. الفرشة بتساعدك انك تدهني في كل مكان في الفرخة. اوكي اهي نبقى على ظهرها، ادهن برضو كده كويس. ادهن كده كويس لحد ما ادهن كل حتة في الفرخة عشان تتحمر عندي من كل الجوانب. اوكي دلوقتي انا خلصت اهو دهاني الفرخه كله، هبتدي بقى ان انا احطها في الفرن. الفرخه اهي بعد ما حمرناها وطلعناها من الفرن، تمام.
انا عملت جنبها شوية رز وعملت شوية خضار سوتيه كده، يعني شوية بسلة على شوية جزر على بصل. اوكي، وعندي وعملت جنبها ملوخية. ملوخية على فكرة هتلاقوها في فيديو لوحدها، هبقى انزلها. والخضار برضو هتلاقوه في فيديو لوحده، هبقى انزله ان شاء الله. وادي الفرخة اهي عندنا اهي. وانتوا طبعا انتوا لما تيجوا تاكلوها بتشيلوا الوش، حتة الجلدة اللي على الوش دي خالص. اوكي اهي. والنهاردة كان الفيديو بتاعنا طريقة سلق، تنظيف وسلق الفراخ. فراخ بقى طيور، اي نوع من انواع الطيور، حمام، وز، وبط، ديوك، نفس الطريقة اللي انا عملتها لكم في الفيديو. والنهاردة اهي، وان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم بإذن الله. ودي كانت الحلقة بتاعت النهاردة عن طريقة عمل تنظيف الفراخ وسلقها، تمام، بطريقة سهلة اهي ومبسطة، وان شاء الله تعجبكم. ومش هتلاقوها في اي قناة تانية. وان شاء الله تدوسوا على زر الجرس، وان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.